صباح الخير. شريف رجب عباس عنده 24 سنة. في حالة الولادة الدكتور اللي كان بيولد شريف استخدم أدوات غلط، وده أدى إن شريف يكون عنده نقص في نمو الأعضاء. أهل شريف كافحوا كتير وعرضوه على كثير من الدكاترة، وده اللي خلاه يوصل لمرحلة إنه يكاد أن يكون طبيعي. أهل شريف مسكتوش، لأ فضلوا متابعين معاه فترة طويلة، وشريف بدأ يمشي في سن السنتين وتحسن كتير. دخل مدرسة حكومية بعد اختبار ذكاء 95%، بدأ يتعلم وكان من المتفوقين. في سن 13 بدأ يكتسب خبرات في مجال الدش بالصدفة، وبدأ يشتغل في القرية بتاعته، وبعدها بدأ يشتغل في كثير من القرى. وشريف من أهالي محافظة الفيوم، قرية سونورس، ومش بس اشتغل في المجال ده، لأ حب إنه يفيد الناس، فعمل قناة على اليوتيوب علشان يفيد الناس أكتر. وعن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، خير الناس أنفعهم للناس. بالآخر عايز أقولك ما تستسلمش ولا تيأس من العقبات، الحياة عبارة عن عقبات، والإنسان بالصبر والمحاولة بيقدر يعديها. إخراج حمزة سعد، وإعداد ندى عز. لما جيت كله فعلا اخرج تشرب اكسات، كله في السوا. لما جيت كله فعلا، لا خش تتشانا، بيبي كله جرى. انت سجارة فرطها، لفتها يلا شربتها، دخان نفخته في الهوا، ما كله في الهوا سوا، ما كله في الهوا سوا. اخرج تشرب اكسات، تفرق قدامي باركات، وبرضه سلولامات، ونخش عاملين عشان، واتكلم ايدي وشادي، يلا بينا عالمعادي، وتاخد فلوس من دادي، ما كله ايدي عادي. كله بياكل سناكس، طلع له سكسي باكس، ينزل يركب لي تاكس، انا جامد في الدس، تيجي ريحي تتمس، انت اوريدي فيس، تنظر ليا تتلبس، وتجري زي القطه البس. خفيف على القلب جديد عالكل، رواق معايا هتبقى فن. خفيف على القلب جديد عالكل، رواق معايا هتبقى فن. انا هنا قلبي الجبل، تنظر ليا تتهبل، ضربة مش هتتحمل، ضربة مش هتتحمل. سكة سالكة تبقى دغري معايا، تقعد معايا بدون جوبايا، ركز وافهم الحكاية، اخواتي في ظهري دول ويايا. سكة سالكة تبقى دغري معايا، تقعد معايا بدون جوبايا، ركز وافهم الحكاية، اخواتي في ظهري دول ويايا. شيكو بيكو هنوريكو، اخواتي في ظهري دول ويايا، اخواتي في ظهري دول ويايا، اخواتي في ظهري دول ويايا. قولي بقى كده عشان اغانيكم فظيعه بصراحه. قولي عرفتوا بعض ازاي؟ بس الاول عرفني بنفسكم. يلا اعرف. انا شيكو. بيكو. انا بيكو اخوه. اخوه؟ اسم جيفارو. هو تيم يا جماعه اسمه جيفارو، بس سيبكم بقى من كل اللي هم غنوه ده اساسا. بس ايه هو يعني شيكو؟ انا سمعت صوتك حلو صح؟ وانت صوتك برضو حلو صح؟ انا عايز اسمع منكم حاجه عشان يعني يسيبكم المهرجان اللي احنا سمعناه ده خالص. انا نفسي ما فهمتش حاجه. اسمع حاجه. لا لا بجد يا جماعه اصواتهم حلوه. طيب انا عايزاك تغني لي حاجه. يلا نغني. اغني اغنيه ليا اسمها ادي له المايك بس يا شيكو. عجوز مفتحكه. كلمات والحان محمد سرور، وتوزيع يحيى عز. ماشي اتفضل. يا سيدي الصدى اللي
جبالها الله أكبر والله من غير حسد ده أنا نفسي معها أكبر وين جيب حد تولد ده جمالها الله أكبر والله من غير حسد ده أنا نفسي معها أكبر وين جيب حد تولد يشبهني ويشبهها أو ياخد ملامحها وساعتها كل أسعد إنسان في الدنيا دي تولد جميل. شفت رفع راسي شيكو وسمعهم يا شيكو وارفع راسي يلا يعني في المايك عادي ولا اللي انت حبه؟ هو يا جماعه المايك بتاعه شغال وهو عادي يغنى فيه ولا لا؟ المايك بتاعه شغال. طب اوكي ماشي، تعالى يا شيكو معلش هنا غني بصوتك لو عايز. طيب اوكي اديني المايك. لا ادهولي زي ما هو. لا اوكي حاضر. انتوا ناويين يا جماعه تبقوا تعملوا ايه قدام في حياتكم؟ بصوا بلاش مهرجانات خالص، انا توقعت صدقني. انت صوتك احلى والله يا شيكو، تعالى هنا قوم اقف يا شيكو، انا مش عايزه المايك تاني. مش هيوصل له، اتفضل يلا يا شيكو. طب بصوا لحالكم الاول، قلبي اتجنن ويتحول، الحزن معايا مطول، ما بقتش بخاف الموت، مش عايز حاجه منكم، قلبي اتقطع علشانكم، بكره هتشوفوني وتبكوا، مش هسمع عليكم صوت، سكاكين الغدر باينه، قلبي حب في واحده خاينه، بعت حبي ليه في ثانيه، انا كنت عليك بخاف، كنت كاتبك حب عمري، كنت لما ترني اجري، كل ده نسيتي يا قلبي، قلبي بعدك في انحراف، سودا مش باينه الملامح، دنيا جحده شطانها ريح، طعمها ماسخ ومالح، عارف في الدنيا وعيوبها. شكرا شكرا ليك يا سيكو.
قولوا لي يا جماعه بقى، انتوا رايحين تعملوا قدام؟ انت ليك قناه على اليوتيوب صح؟ اه ان شاء الله باسم شريف علي بالانجليزي. هو انتوا بتكتبوا الاغاني دي لنفسكم؟ مش كل الاغاني يعني، مش كل فكره انا هطلعها لنفسي يعني، مثلا في حاجات انا ممكن اكتبها وفي حاجات لا. طبعا لازم يبقى في مؤلف يكتب وموزع وكده، كل حاجه ليها حاجه او كل حاجه ليها دورها يعني. مثلا احنا بيبقى معانا ايه، مؤلف، موزع، مونتاج، كل حاجه ليها دورها. مثلا انا ليا الدور بتاعي الغنى، لو قدرت ان انا الف او في حاجه تمشي معايا انا هالفها، هالف. ما فيش حاجه او انا مش عارف اطلع الحاجه اللي انا عايزها يبقى لا خلاص، يبقى انا مش هالف. ايه طب وانت بتعمل ايه؟ اصل انت صوتك حلو بس. انا عامل مجموعه اغاني حلوه، عامل من الحاني برضو الحان مجموعه من زمايلي الملحنين، عامل روح للي يحبك، وعامل اتكلم في الله، عامل مسلسل تورت اغنيه جميله جدا، وعامل يا حبيبي اخوك، وعامل يا وحشني، عامل اغاني كتير. بس هي احنا مشكلتنا بس ان مفيش سبونسر معايا. انا كل اللي محتاج سبونسر يعني. انا ممكن وبغني كمان اغاني قديمه، بغني ام كلثوم. انت بقالك قد ايه شغال في الموضوع ده؟ انا اعتبر يعني مش محترف، بس برضو زي ما بقول لحضرتك ان انا ما عنديش سبونسر. هي يعني مشكلتي ان انا ما عنديش دعايه، ما حدش يعرفني. انما كشغل انا عامل شغل وبغني الحمد لله كويس وعايز نقابه، بس هي مشكلتي بس في السبونسر. ان شاء الله خير وربنا يا رب يوفقكم. شرفتوني جدا. طيب يا جماعه استنوني في حلقه تانية من برنامج فكره، وفكرتنا النهارده ومستقبل بكره. الى اللقاء.